كابتن محمد، ده كلام كبير من الكابتن محمد يوسف، ثقه كبيره في رامي ربيعه وثقه من جماهير النادي الاهلي في عوده الامان وعوده قوه خط دفاع النادي الاهلي بوجود رامي ربيعه. لا الكلام كابتن يوسف طبعا، الراجل عارفني من وانا صغير، كنت معاه في الناشئين، كنت بلعب معاه وانا في مدرسه الكوره لسه، وبعد كده فريق، فهو لما طلعت برده خدنا بطوله افريقيا كنت انا معاه برده، فهو عارف امكانياتي وراجل محترم وعارف فكره كويس، فالحمد لله يعني على المكسب النهارده والدوري طبعا لجمهور النادي الاهلي، فدي حاجه كويسه لينا وتحسب لنا، وتعب مجهود سنه مش تعب رامي، يعني انا جيت في الاخر برضه زي ما بيقولوا، بس لعيبه كتيره شاركت ولعيبه كتيره شالت المسؤوليه من بدايه الدوري، والحمد لله الحمد لله على المكسب الحمد لله. الجميع اجمع ان رامي ربيعه من اكبر مكاسب معسكر اعداد النادي الاهلي في اسبانيا، وعودته ادت قوه لخط دفاع النادي الاهلي. لا الحمد لله الواحد عشان يعني حصلت يعني اتكرر تكرار الاصابه قبل كده كتير، فانا بقيت عارف امكانيات نفسي وعارف امتى ارجع وامتى بقفل على نفسي واحاول ارجع نفسي واحاول اركز في الجيم اكتر، احاول اركز في التدريبات اكتر بحيث ان انا ارجع بسرعه، يعني الحمد لله الحمد لله دي برده من فضل ربنا ان انا لما باخد اصابه ما بطولش زي ما كابتن يوسف قال، الحمد لله بعرف اقفل على نفسي وبعرف اركز، والحمد لله الحمد لله الواحد قفل على نفسه، والمعسكر في اسبانيا كان مثالي جدا بالنسبه لي كماتشات وديه، وقدرت ارجع تاني، والراجل عنده ثقه فيا والجهاز الفني كله والجهاز الطبي عنده ثقه فيا، الحمد لله ان شاء الله تكمل على خير باذن الله. توعدتم كلاعبين اللي ما ينفعش نختم الدوري الا بالفوز على نادي الزمالك من اجل اسعاد جماهير النادي الاهلي، انك واحد من اللاعبين اللي عارف قيمه لقاءات الاهلي والزمالك. لان الجمهور عارف مباراه الاهلي والزمالك ازاي، بطوله لوحدها بالظبط، الجمهور الاهلي عارف قيمه الماتش ده، ايا كان بقى انت واخد دوري واخد كاس واخد افريقيا، ما يفرقلوش حاجه غير ماتش الاهلي والزمالك، فماتش الاهلي والزمالك بالنسبه لنا طابع خاص، قدرنا نحقق اللي احنا عايزينه من الماتش، نلعب بهدوء، ما نحاولش فيه تعصب، ما نحاولش فيه سربعه على الجون، فالحمد لله طالما احنا 0-0 هنجيب جون في اي وقت، فده الحمد لله قدرنا نحقق اللي المدرب عايزه يعني الحمد لله. البطوله الافريقيه وتوعد اللاعبين، توعد جماهير النادي الاهلي بايه؟ وتقولي لجماهير النادي الاهلي. لا جمهور الاهلي استحملنا كتير، واحنا نفسنا كلعيبه قبل الجمهور اللي نفسه في بطوله افريقيا، احنا نفسنا نحقق التسعه ان شاء الله، ان شاء الله نبقى مركزين فيها جدا ونحققها للجمهور، لان الجمهور تعب كتير بصراحه، وده واحد من الناس اللي تعبت بصراحه معانا في اول الدوري، ويعني شالنا كتير واندمج مع الفرقه كتير. عايز اقول كلمه واحده بس، هتمثل والله ما بمثل بجد، انت عارف احنا متربيين مع بعض. رامي يا جماعه انا طبعا اكتر واحد مبسوط ان هو رجع تاني بالمستوى الجامد ده قوي والله في الملعب، وبتمنى له يا رب كده يفضل دايما على كده، ومن تألق لتألق ومن نجاح لنجاح باذن الله، ربنا يكرمه الفتره الجايه دي ان شاء الله. اللي ما يعرفوش عن انا وياسر، وكنا جيل مع كابتن ربيع ياسين، يعني كلنا كنا بنلعب، خدنا بطوله افريقيا مع كابتن ربيع ياسين، كنا بنلعب انا وهو، يعني الحمد لله الحمد لله عملنا بطوله كويسه ومع كابتن ربيع ياسين، فياسر عارفينه واحنا عندنا كام سنه، كنا 16 سنه ولا 17 سنه، فلا يعني اندمج مع الفرقه كلها، والحمد لله ربنا يكرم ان شاء الله، ودعواتكم باذن الله في المرحله الجايه.